كبيرة. ناجي جلول كان وزير سارب، وهذا خلق له أعداء داخل الجسم التربوي، وديما نقول راهو ما نقصدش في المعلمين والأساتذة الكل. أنا نعطيك مثال رفيق ربي نختم به. أنا دفعت برشا على ناجي جلول وقت اللي أنت قبل كنت تنقد فيه زاد، فوالا كنت أكثر واحد ينقد فيه. أما في المعركة هذه أنا معاه لآخر لحظة، حتى ولو خذلني